انتخابية قوية شرسة، ولكن تأكدوا وكما رأيتم وكما ترون وكما سترون إننا نخوض هذه المعركة الانتخابية بأخلاق عالية جدا. لا نسب أحدا، لا نقذف في أحد، وإنما نشرح للمواطنين وللمواطنات برنامجنا الانتخابي وإنجازات حكومتنا وإنجازات أميننا العام رئيس الحكومة الأستاذ عبد الله بن كيران وإنجازات مسؤولين وزرائنا، كما أننا ندخل هذه المعركة ولا نمارس تغليظ الرأي العام ولا نمارس أسلوب الإشاعات والأكاذيب التي للأسف الشديد يستعملها بعض خصومنا بأساليب دنيئة مشينة. وهنا نستنكر هذه الإشاعات وتلك الأكاذيب وتلك المغالطات. من بين ما نسمعه ويروجه ضدنا بعض خصومنا السياسيين، تيدور الآن في المدينة ديال تيزنيت أن تيقولوا للناس واحد الحزب هذا اليوم، تيقولوا للناس رئيس البلدية ديال الجماعة ديال تيزنيت واحد الإنسان مزيان طيب ديما حاضر ديما تيقضي الأغراض ملم بالملفات، ولكن احنا بغينا يكون في البلدية ما بغيناش يكون في البرلمان. زعما هذه بحال إلا بغى يريد أن يستدر العاطفة ديال المواطن باش يصوت عليهم هما وما يصوتوش على الحزب ديالنا. أنا أريد أن أؤكد على أمر وأريد هذه الرسالة أن تصل إلى الجميع، إن الصفة البرلمانية تعطي قوة أكبر لرئيس الجماعة أي رئيس جماعة. كما يجب أن نعلم جميعا أن الملفات الكبرى التي تهم التنمية بمدينة تيزنيت وتهم التنمية بجميع أقاليم تيزنيت لا توجد بالمدينة. الملفات الكبرى توجد بمدينة الرباط في أروقة مختلف الوزارات، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل، وزارة السياحة، وزارة جميع وزارات هي التي تمتلك ملفات التنمية، ويجب أن يكون هناك من هو ملم بهذه الملفات وأن يدافع عن هذه الملفات وأن يحمل معه هذه الملفات. ولا أكتمكم أن عندنا اليوم أزيد من 20 ملف يجب أن تحل بمدينة الرباط وليس هنا، ونحن نعاهدكم الله أن سبب ترشحنا للبرلمان هو أن ندافع عن مصالحكم وأن ندافع عن قضايا الإقليم وعن قضايا المدينة بدون أي مصلحة أخرى. بعض خصومنا السياسيين للأسف الشديد تيقول المواطنين رئيس المجلس البلدي ديال تيزنيت لا يستقبل المواطنين إلا يوم واحد في الأسبوع. أيتها المواطنات أيها المواطنون، هذه من أكاذيبهم، هذه من إشاعاتهم، هذه من مغالطاتهم. رئيس المجلس البلدي الحالي هو أول رئيس يوجد بالبلدية من 9 ديال الصباح حتى 12 ديال الليل، وتنستقبل المواطنين حتى خارج أوقات العمل الرسمية. الميزة التي أضفتها كرئيس هو أنني خصصت يوما كاملا، يعني ما تستقبل فيه أي أحد كائنا من كان إلا المواطنات والمواطنين، إضافة للأيام العادية الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة. إذن هذه أكذوبة، هذا كذب، هذا بهتان، لا يمكن أن ينطلي على المواطنات وعلى المواطنين. والآلاف ديال المواطنين اللي استقبلتهم في المكتب ديالي يؤكدون هذه الشهادة، وهذه الأيام تتلقى بهم في الشارع ويؤيدوننا ويأخذوننا بالأحضان وتيقولوا احنا دايرين فيكم الثقة، الله يعاونكم وغنصوتوا عليكم. ولكن مئات الجمعيات اللي كاينة في مدينة تيزنيت، أزيد من 300 جمعية استقبلتها في مكتبي بشكل رسمي تقريبا. هذا أيضا يؤكد أن ما يراج يشاع ضدنا هو أيضا كذب وبهتان. الباح أحدهم الذي يدعي التقدم، يعني للأسف الشديد بغى يركب على بعض القضايا الصغيرة. احنا الآن تنقشوا في الانتخابات التشريعية، وبالتالي المفروض أننا نناقشوا ما هو وطني، نناقش الحكومة،
الانجازات ديال الحكومه، البرامج ديال الحكومه، البرامج ديال الاحزاب السياسيه. ولكن السنه الماضيه ملي كنا في الانتخابات الجمعيه هما كانوا تيناقشوا بعض القضايا اللي عندها صبغه وطنيه. اليوم اللي تناقشوا الانتخابات التشريعيه بغاو يناقشوا بعض القضايا اللي عندها العلاقه بالبلديه. لولا انهم جبدوا هذه القضايا ديال البلديه ما كنتش غنجبدها، غنناقش ما هو وطني. ولكن مادام انهم جبدها بغيت نوضحها للمواطنين. البارح قالوا لك راه كاين ابتزاز ديال احد المواطنين بما يسمى بيرميدابيتي. هذا كذب، هذه مسرحيه، هذا بهتان. جاب واحد المواطن عنده مشكل الملف ديالو ما كملش نهائيا وتنقولها قدامكم، وجابوه للبلديه وجابوا واحد الموقع معروف بالعداء ديالو للحزب العداله والتنميه وصوروه في 10 دقائق ولحوا في المواقع الالكترونيه باش يديروا به حمله انتخابيه. حشومه ديروا الحمله الانتخابيه ديالكم بمثل هذه الاساليب الخسيسه الدنيئه. الى عندكم شي قضايا كبيره تستحق ديروا بها الحمله الانتخابيه، ديروا بها الحمله الانتخابيه. واكد لكم ان العدد ديال الرخص ديال لي بيرميدابيتي اللي خرجوا من المجلس البلدي الحالي ازدادت مقارنه بالسنه الماضيه ديال 2015 بحوالي 15%. 15% باش تضاف العدد ديال لي بيرميدابيتي اللي خرجنا من البلديه عام سنه 2015. واللي بغى الاحصائيات يجي عندي المجلس البلدي وسيطلع عليها بدون لف ولا دوران. اذا اؤكد لكم ان هذه مغالطات لن تنطلي علينا ولن تنطلي عليكم ان شاء الله.